نرحب فيكم اكيد مشاهدي الكرام وبرنامج مستر ماسلز. مثل ما عودناكم بكل حلقه يكون معنا كابتن، هذا الكابتن يعطينا مجموعه من التمارين الخاصه بعضلات الجسم المختلفه. حلقه اليوم راح يكون معنا الكابتن جابر الفضلي، راح يؤدي مجموعه من التمارين. لحد الان ماني عارف شنو معنا من تمرين، راح تعرف التمارين لكن متى؟ بعد الفاصل. بيعطيني كل التفاصيل وعيش معاه كل احداث الكابتن جابر الفضلي. كل هذا وين؟ في برنامج مستر ماسلز، تابعونا بعد الفاصل. مرحبا بكم من بعد الفاصل، واكيد حلقه اليوم راح تبدي مع الكابتن والبطل. يعطي العافيه دائما في هذا البرنامج معنا ضيف دائما يقدم النصائح الجميله لكل متابعين برنامج مستر ماسلز والقناه الثالثه. تحياتي اكيد لضيف الحلقه اليوم جابر الفضلي على مجهوده ويانا، مساك الله بالخير. حبيبي مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. انا زعلان منك. ليش؟ تجيب معاك السمي ما تقول لنا السمي. مش عشكناني، مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. كيف حالك؟ خير ان شاء الله. مش عشكناني جديد قديم؟ شنو مستوى؟ لا قديم بس إيه؟ يقطع كم سنه يقطع ورد على المزاج، يمل من الدايت يخنبق شوي بالاكل ورد بعد مره. ما يلام صراحه، ما يلام. على قولتك اليوم حلقتنا يعني مو واضحه لحد الان شنو راح يكون موضوعها. بالمقدمه انا ما ذكرت اي معلومه عن تمرين اليوم، فالكره بملعبك كابتن جابر. ابي اليوم راح نلعب اكتاف، حلو، خلفي وسوبر طبعا يا جانبي. حلو، زين الناس تسأل ليش انا العب السوبر بالاساس؟ يعني ممكن العب تمرين عادي وما اهتم بالسوبر والامور هذه كلها واتعب نفسي اوزان وحركات وانت خابر الجوله بجولتين. صح. ليش السوبر مهم للاعب كمال الاجسام او اي شخص يلعب الرياضه هذه؟ السوبر مهم بس ما تلعبه بتكرار. سوبر تلعبه مثلا اذا لعبنا اليوم اكتاف، اذا لعبنا اليوم اكتاف بعد تمرينين تلعب هم من سوبر. حلو، اساس تعطي مام حق العضله، تعود العضله ان تاخذ مام. يعني انت مع ان السوبر يدخل بكل جدول ولا ان يعني جدولين الثالث ذيك فيه سوبر؟ يعني مثلا اذا اليوم لعبنا اكتاف سوبر، اي باتر عندي مثلا سيد رباي، اي ما العب سوبر، اريح القيطان العب سوبر، ارد ثاني مره اكتاف ما العب، العب سيد رباي كذي. يعني الاسبوع مثلا نقول الاسبوع هذا لعبنا اكتاف وبيطان سوبر، الاسبوع الجاي حسب الروتيت مال الجدول ندخل الريول والصدر مثلا سوبر، اي والباي او التراي على حسب. صح. الجو. فاهميه السوبر شنو تاثير على العضله؟ السوبر ما يتاثر على العضله، بالعكس يعطيك بوم حق العضله. أي. يساعد العضله انها تكبر معاك. حلو. كثر ما العضله تكبر معاك وانت قاعد تلعب سوبر، كثر ما يعطيك شكل حق العضله، يعني تشاقنا بعد يعطيها بام بقوه وصلابه. تحس العضله بارزه لبرا وايد. بس مو كل التمارين طبعا، بس تمرين واحد بالتمارين كلها. نعم، مو كل التمارين، وايضا مو كل واحد يلعب سوبر. يعني مثلا انا جديد صار لي شهر ما راح العب سوبر، عدل وانا غلطان؟ طبعا لا ما تلعب سوبر. متى ممكن انا العب سوبر؟ اذا انا مواظب عدل في التمرين. اي لما تكون عضله قديمه شوي، تكون حلوه قديمه. عجبتني قديمه. اي عضله قديمه. فيعني قصدك اذا كان مستوى اللاعب بالنص، مو هو عالي مو محترف وايد ولا هو مبتدئ وايد. شوف عامة أول ما اللاعب يدش النادي نقول تقريبا غيمة متى يلعب سوبر؟ بعد شهرين. بعد شهرين غالبا. شهرين ثلاثة أشهر تقريبا. وحسب بنيته الجسمانية، يمكن في لاعب ما إيه صح يكون هزيل أو سمين حسب. بس عادي يلعب سوبر أو يعني يحط أوزان خفيفة مو مشكلة، بس نلعب سوبر. شوقتني السوبر، باخذ فاصل وبعد الفاصل راح ندش مع تمرين الكابتن جابر الفضلي، وأكيد بأداء اللي راح يتعب معنا اليوم مش على شكناني، تمرين أكتاف خلفي سوبر. تابعونا. طبعا الفيزيك عندنا اربع وضعيات اساسيه. نبلش بالوضعيه الاولى، وضعيه الامامي. الوضعيه مثل ما تشوفون، الريل اليمين تكون على الجنب، شاد الايد، شاد الكتف، منطقه الخصر تكون مسحوبه، الصدر، ولا تنسى ايدك الثانيه. اغلب اللاعبين غلطهم انه يشد الجنب اليمين وينسى الجنب الشمال لانها ما لها حركه، فينسى انه يشدها. طبعا لا تنسى اربع اصابع يكونون محطوطين على الخصر نفس ما هي موجوده هنا.
معاكم بعد الفاصل مستمرين في برنامج مستر مصلز، والحين انا راح اتكلم كلش، بخلي الكره بملعب الكابتن جابر الفضلي. كابتن جابر ملعبك يا هو. اي سمي عاد تمني، هذا وايد احبه انا، وايد مصلع عرفت، تصير حركات بليد. خلي ايدك كذي، ايه افتح، ايوه افتح ايدك في الزاويه، بس ارفع انزل افتح ايدك كذي. زين لحظه انت الحين قاعد تشرح له، هو اشرح حق المشاهدين، قول لهم ايش السالفه، ايش قاعد تقول له؟ الاكتاف الخلفي طبعا ما يصير يلعبه قدام، ما يصير يلعبه غلط، لازم يلعب توازن ويحط وزن خفيف عليه، ما يحط وزن ثقيل عشان لا تحوشه اصابه او تحوشه شيء. هذا تمرين صح. خلي ايدك كذي. طبعا اللي هو الحين قاعد يشرح الطريقه الصحيحه للتمرين. لازم ينزل زاويه خلفي، لازم ينزل زاويه الكتف الخلفي من تحت. زين. الحين انا لعبت سحبت لورا، الرده تكون بنفس طريقه مقاومه فيها ولا ارد عادي؟ الرده بنفس الطريقه بس تخليها ثلث الرده، يعني مثل يعني نص رد، عرفت؟ النص رد تصير الكامل، ايه النزله تصير كامله والصعده تصير الثلث وتنزل ثاني، يعني ايدي تصير بمستوى هذا إيه؟ مقابل راسي تقريبا، راسك او بمربع عيوني تقريبا، ايه حلو، وتنزل حد ايدك، ايه تصعد لفوق ثلث تنزل. حلو. كم طقه اذا لعب سوبر؟ 10 10 طقات 10 10 إيه. السمي كم لعبت الحين؟ 10. حلو. الحين التمرين الثاني شنو السوبر اللي نمشي على طول؟ التمرين الثاني على طول وراه جانبي بدون راحه. لا لا بدون راحة، هذا سوبر بدون راحة. إيه بس السمنة التصوير اليوم قاعد نشرح له مش على الاشكاني، فالوضع الراحة شوية. أيوة. روح الوحش ان شاء الله عليك. هذا التمرين الجانبي الصحيح. إيه. حلو. شلون انا اقدر اعرف اذا انا قاعد العب صح ولا غلط في الرفرفة الجانبية؟ غالبا في ناس وايد ما عندهم تكنيك صح، تلقاه يعني يسوي بعض الحركات اللي ممكن تعوره. فشلون اقدر انا اوصل حق الميزان الصحيح بالتمرين هذا؟ ميزان صحيح عشان تلعب الجانبي، اول شيء تلعب الجهاز، هذا كمبتدئ. اذا بلش كمبتدئ العب جهاز مبتدئين مش لازم يلعب اجهزه اساس يتعلم حق الحر، يعني الجهاز لما تقعد ترفع ايدك كذي، فايدك راح تتعود تلقائيا. بعد كم تمرين بروحك راح تصعد توازن ايدك، بس تحط ايدك توازنها مرتين ثلاثه خالص. انت واصل حق التكنيك صح. بالنسبه حق عدد الجولات بالسوبر، ثلاث ولا اربع؟ كم جوله؟ لا انا العبها ثلاث جولات. ثلاث جولات شيء صح ولا غلط؟ همن كذي صح بعد. زين في ناس تلعب كذي همن كذي صح نفس الشيء، بس اهم شيء في بعضهم يسوي كذي، هذا الخلفي يسمونه جانبي خلفي. صحيح ولا غلط؟ زوايا لا زوايا وايد كلها صح. احنا يمكن العالم هذا بحر ما شاء الله، في وايد تمارين، لكن احنا وصلنا تمرين واحد سوبر بالنسبه للمشاهدين. الحلقه هذه خلصت، الحلقه الجايه ايضا راح نكون معاك مع الكابتن مشعل، ونبي نعرف تمرين جديد ان شاء الله. جاهز؟ جاهزين ان شاء الله. قواك الله. وبعد معكم باكر في برنامج مستر مصلز، في امان الله.